السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، حياكم الله اينما كنتم. الفيديو دوت بجاوب فيه على اسئلتكم اللي وردت لجيب الكالوش. في اخت منكم قالت لي مدام امل انا عايزة اعمل التنورة الكالوش والتنورة بمرد من الامام وانا مش عارفة اعملها ازاي، فهنقول المعلومة ديت عشان نبقى بنضيفها للفيديوهات بتاعة الكالوش. انا هجيب هنا عشان عايزة اعمل مرد وبطانة، هعمل ايه؟ ادي الطول بتاعي مرتين، اتفقنا على موضوع الاطوال دوت. هتلاقوني انا عامله لكم الكتابه طبعا في المدونه، هتلاقوني مدعمه الفيديوهات بالشرح بالكتابه، بس طبعا كاتبه فيه ارقام. يعني انا كاتبه ان التنوره الكالوش بتاخد 4 متر، احنا اتفقنا، احنا ده اساسيات، بس احنا اتفقنا ما بيننا وما بين بعضين ان احنا هنجيب التنوره مرتين، طولنا مرتين. لو هعمل فيها كشكشه او هعمل فيها كالونه او هعمل فيها كسر بيضطر الطول ينزل لتحت، فبحتاج الاربعة متر او الاربعة وار زي ما هجيب. فهنرجع تاني هنا نقول انا جبت ده الطول اهو مرتين، قسمته كده بالشكل دوت. حتى في بعض الاخوات منكم قالوا لي احنا ما فهمناش على القماش وعايزين تشرح لنا على الورق. فطبعا اهو ده طول التنوره مرتين، جبت العرض ده قسمته كده بالشكل ده، بس طبعا مع شغلنا العادي احنا بنعمل كده، جبنا البوزه دي وعملناها مثلث صح. احنا هنا مش هنعمل حاجه عاديه، هنعمل مرد وبطانه. هعمل مرد وبطانه، يبقى في الحاله ديت لازم اطلع من القماش قيمه المرد وقيمه البطانه. طب احنا متفقين مع بعض قبل كده ان قيمه المرد وقيمه البطانه بيكون كام؟ سمعت واحده شاطره بتقول لي مدام امل انت قلتي ان المرد 2 سم والبطانه 3 سم، كلها ممتازه. انا هاجي هنا كده بالشكل دوت بالمسطره هنا على المفتوح مش على المقفول، على المفتوح هاخد ال 5 سم كده وهحط علامه، بعدين هبدا المثلث من عند ال 5 سم كده بالشكل ده اهو، ماشي كده. المثلث هبدأه انا هنا في الاول، ببدأه من الاول لما كنت بقى في الفيديوهات اللي فاتت بدأنا ده من الاول، حتى المفروض ان انا بطلع، بس انا يعني المرة اللي فاتت بدأته من الاول لان هنا في بورسل، البورسل القماش المخرم ده. حضرتك وانت بتشتغلي يبقى طلعي القماش المخرم دوت بره، لان دوت يكون مقدار السحاب، وابدأي اعملي. يعني انا لو هنا عندي ده هو القماش المخرم اللي هو البورسل ده، ماشي. وانت علشان هتعملي الجيبه وتكون مفتوحه وهتقفليها او هتركبي فيها سحاب، خدي راس المثلث من بعد البورسل ده لان هو كده كده مخرم، فهتعملي هتركبي فيه السحاب. خلاص هنرجع للي احنا قلناه تاني، هرجع ادخل 5 سم اللي هم قيمه المرد وقيمه البطانه كده بالشكل ده اهو، وهبدا اتعامل بقى مع التنورة بالمعاملة اللي انا عارفاها. هاخد هنا الاتنين سنتي دول اتنين سنتي كده للمرد، هكتب ان ده مرد، وهكتب ان التلاتة سنتي دول هيكونوا البطانة، وهرجع اتعامل هنا. انا هنا عايزة هاخد بقى الجزئية اللي احنا عارفينها، ربع مثلا، ربع الجسم، هقول ان انا عندي الربع هنا مثلا 15 اهمت، يعني الدوران عندي 60، المحيط هيبقى ربع المحيط اهو، ربع محيط الوسط 15 سنتي. اخدت ال 15 سنتي كده بالعرض، قستهم زي ما عملت في التنوره يا جماعه اللي فاتت، طلع 17، هاخد من عند ال 17، وقلت لك انت دبسي السنتي، هاخد من عند ال 17 وهعمل كده 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 كده، ونفس الحكايه هنا اهو، وهطلع كده. خلاص؟ طيب هجيب، عايزه اوريكي حاجه هنا. لو انا قصيت دي كده، بصي شوفي، لو انا قصيت دي كده هنا الاول، خليني لو انا قصيتها وهي مرتفعه كده شويه، وهي مرتفعه كده شويه، يعني انا جبت الشكل دوت كده وقصيت لحد هنا، بس جيت على ده على البطانه والمرد ما قصيتهمش بخط مستقيم كده زي ما انا عامله هنا، لا، بعد ما خلصت التنوره رحت طالعه على فوق شويه. هنعرف دوت ليه دلوقتي وايه اللي المفروض يتعمل. طيب هاخد الطول بتاع التنوره اهو، احنا كده بنعيد تاني، ادي مثلا هقول ان طول التنوره 30، ادي ال 30 وادي ال 30، هنا لازم هاخدها كده هقص
الـ30 سنتي كده بالشكل ده اهو. خلصت التنورة كده معايا. طبعا احنا متفقين قبل كده، بقول ان انا لازم اعلم، انا هنا ده الوسط، ده هيبقى وسط الامام وده هيبقى وسط الخلف، صح؟ هروح اعمل كده وهبدا اجيب التنوره كده، ده شكلها. هجيب الثلاثة سنتي. طبعا قبل ما تعملي المفروض انت تكوني معلمه، يعني جايبه القماش، انت بتقصي على القماش مش على الورق، فهتكوني انت جايبه القماش بتاعك كده. احنا هنا اهو نسينا نعلم الاثنين سنتي، خدنا الثلاثة بس ما علمناش الاثنين. ادي الاثنين سنتي اهمت، نعلمهم كمان، نحط الاثنين سنتي كده بالشكل ده. وانتي على القماش حضرتك امسكي كده البطانة واعمليها كده، وامسكي البطانة كمان من فوق اهي واعمليها كده، والمرد نفس الحكاية. وادي المرد بس، وانتي قبل ما تفكيها، لان انتي بتعملي هنا وبتعملي هنا اهو. خلاص هاجي هنا هقول انا اسمك دخلت الثلاثة سنتي اهم. الورق مش سهل في الحمل كده، دخلت الثلاثة سنتي بتوع البطانة اهم، وهدخل هنا الثلاثة سنتي بتوع البطانة اهم، وهجيب الاثنين سنتي بتوع اهم، هعلمهم لك عشان تبقي عارفاهم، الاثنين سنتي بتوع المرد تاني اهو، وهجيب الاثنين سنتي بتوع المرد على الاثنين سنتي بتوع المرد كده بالشكل ده، وهيكون هو ده الشكل. يبقى انا لما هاجي اركب اهو، يبقى انا لما هاجي اركب دي التنوره اهي كده بالشكل دوت، هاجي اركب المرد على المرد كده بالشكل ده اهو، حطيت الاثنين سنتي بتوع المرد على الاثنين سنتي بتوع المرد كده وهبدأ. هيبقى ادي الزرار ده هيبقى شكلها. لو انت اخدتي بالك انا هنا قلتلك في المرد اطلعي فوق كده، ما تعمليش مستقيم، ما تعمليش خط مستقيم، ده الخط المستقيم بتاع الدايرة، ده الخط المستقيم. انا قلتلك ليه؟ عشان وانت شغالة تبدأي تظبطي بس كده الجزء ده، فتحسي اهو. لو انت طبعا ما حبيتيش تعملي البوزة اللي انا عملتها ديت في المرد وفي البطانة، البوزة ديت بتتعمل في الجلاليب، بتتعمل في حاجات كتير، فانا حبيت اوريكي هي في التنورة هيبقى شكلها ايه، عشان لما اقولك عليها في الجلابية ان انت لازم تعمليها في المرد بتاع البلوزة او في مرد فستان او في اي مرد، لازم تطلعي على فوق كده، ما تاخديش خط مستقيم، علشان الكول الريفي والحاجات ديت تبقي فاهمه ايه الفرق. انا امتى هطلعها كده القصه دي وامتى هعملها مستقيمه؟ يبقى انا هنا احتاجت اعملها كده خط مستقيم، في بعض الموديلات لازم اطلعها شويه كده. هي دي التنوره اللي بمرد من الامام. هتعملي لها ايه حضرتك؟ انت كده هتركبي الزراير وهتعملي المرد وهتقفلي دوت كده بالشكل ده. طيب عندنا ايه تاني يا مدام امل؟ عندنا حد قال لي ازاي اعمل الكالونه. طيب يا مدام امل، انت المره اللي فاتت ما قلتيش مقدار الكالونه ايه. لا انا قلت، انا قلت لك ان مقدار الكالونه انا اخدتها 10 سنتي، فانا هنا عندي خط الوسط، ادي خط الوسط. حتى لما انا جيت قصيت دي كده، لما واحنا بنقص دي كده اهي، قلت لي خدي علاماتك من كل الاتجاهات، المقفول هيبقى دولهم خط الجنب، انا كتبت لك حتى المره اللي فاتت، انا الحمد لله اللي ما رميتش المجسمات دي. هنا ده خط الجنب، ودوت هيكون الوسط، الوسط الخلفي والوسط الامامي. قلت لك حطي دي على دي وخدي علامه هنا، لان العلامه دي مهمه جدا، لان العلامه ديت هي هتكون كالونه الجنب، كالونه
مش الجنب ده، مش الجنب ده، لا الجنب ده، مش الجنب ده، الجنب ده اللي هو جنب الوسط، مش جنب الخلفي بالامام. انا هنا عندي ده اسمه جنب الخلفي بالامام، انما هنا جانبي الوسط. ماشي، وهروح فتحه دي كده، وهاجي بقى على العلامه اللي انا خدتها من هنا، وهبدا اشوف انا عرض الكالون عندي قد ايه. انا كان عرض الكالون عندي 10 سنتي يمين و10 سنتي شمال، انا مثلا هنا هخليها 5 سنتي مثلا، يعني 5 سنتي اهو، اخدت ال 5 سنتي هنا واخدت ال 5 سنتي هنا، وبجيب بقى من ال 5 سنتي دي نقطه ال 5 سنتي دي او علامه ال 5 سنتي اهي، دي اللي انت شايفاها، وهروح مدخلها على الوسط كده بالشكل ده، واخدت ال 5 سنتي دي كمان وهروح مدخلاها على علامه الوسط دي اهي بالشكل ده. وضحت؟ نفس الحكايه في الجنبين، يبقى نفس الحكايه هنا. انتوا قلتوا لي مدام امل انت ما قلتيش المقدار، لا انا قلت المقدار، نفس الحكايه هنا في الجنب. بشوف انا مقدار الكالونه كام، 10 سنتي 5 سنتي، باخد المقدار من النقطه دي للنقطه المقدار، والنقطه دي لنقطه المقدار بتاع الكالونه، اذا كان 10 اذا كان 5 اذا كان 20، وبحط علامه وبحط علامه، وبحط بدايه الكالونه في الوسط وبدايه الكالونه من الناحيه الثانيه في الوسط. يا رب تكون المعلومه ديت كمان وصلت لكم. طيب في حد تاني قال لي مدام امل انا لما باجي اعمل الخياطه بخيط الديل بيورور مني، تعالوا كده نشوفه هنعمل ازاي مع بعض. اهو هجيب انا مثلا الديل اهو، ديل الكلوش شويه صعب، وان كان هو سهل سنتي كده، وهعمل سن ايه اهو، ماشي نص سنتي. الكلام ده انا قلته قبل كده في الفيديوهات الاولانيه، ارجعوا لها هتعرفوا كمان. اهو هعمل كده نص سنتي، هاخد طبعا وحضرتك بتقيسي التنوره وعشان ما تحوسيش فيها لبسيها للشخص اللي انت مفسراه، يعني انا قايسه بعمل التنوره لبنتي، البسيها وتلبس الحذاء بتاعها اللي هي هتلبسه وهي واقفه، ابدأي قصي عليها لو عندك زيادة، لو ابدأي قصي عليها وهي لابساها من الأرض، هتخلي زيادة بس زي احنا ما قلنا، ادي نص سنتي محتاجين، هتشوفي مقدار الزيادة اللي انت محتاجاه فقط لا غير. يبقى انا هلفلفها كده كلها بالشكل ده، شايفة ايدي معمولة ازاي اهو، وبلفلف كده بالشكل ده. طيب بعد ما لفيتها كده بالشكل دوت اللي انت شايفاه ده، شايفة المنظر ده اهو. طيب حبيبه كمان مقربه جامد بتوريك، الله يجزيها الخير. بعمل ايه؟ بروح اخد الطرف ده كمان كده بالشكل ده اهو، وهبدا اعمل كده اهو. الشطاره منك هنا انت ما تشديش، لا بالعكس، في الديل الكالوش بالذات ادي للمكنه. يعني ايه ادي للمكنه؟ يعني ما تمسكيليش حضرتك الطرف كده وتشديه عليكي، لما تيجي تخيطي لازم هتورب منك، انما لا شطارتك تعملي ايه؟ انت عندك الجزء ده شكل الديل هيبقى كده عليه. بصي هنا ده اسمه تشريب. يعني ايه تشريب؟ تشريب يعني بدي للمكنه مش باخد منها، انا مش بشده كده، لا انا بدي للمكنه مش باخد اهو، شوفي انا بدي للمكنه مش بصي ده شايفه دي الزياده اهي، دي انا هخلي المكنه تسحبها مني، لان المكنه لو ما سحبتش مني الجزء ده الزامي هيورور مني الديل، فانا بايديا كده وبدي للمكنه اهو، بدي للمكنه شايفه بدلها كده اهو كده بالشكل ده اهو. لو انا شديت هي دي الغلطه، فانت حضرتك ادي للمكنه شايفه هي واقفه اهو، انا تنيتها وهي واقفه، بايدي بروح منيمه ده وبشربه للمكنه كده بالشكل ده كده اهو، شايفه. طيب هناخد حته كمان اهو، بدي للمكنه مش بشدها، بعدين بايدي كده بريح. هنا مهمة جامدة جدا للأطراف بقى أهو، حبيبي أنا مش شايفة أهو،
حبيبه عايزه توريكم بالظبط ومقربه جامد جامد، لان انتوا قلتولي انت تشتغلي باسود وتلبسي اسود وكله اسود احنا مش شايفين، فانا اهوت المره دي بعمل لكم بكل الالوان اهو. طيب بعد ما عملت كده هروح قلبه الوش اهو، الوش ده الوش دوت. لو انت استكفيتي باللي انت عملتيه بصي المنظر، انا مش هقول حاجه، انت اللي قولي، حضرتك احكمي وقولي اهو. ده الديل بتاعي اول ما يتكوى هتلاقيه مظبوط وفله. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ اللي انت هتعمليه لو استكفيتي بده وكويتي اللي انا بقوله ده هيطلع الديل منك، مفيش حد هيقول ان انت مبتدئه. طيب انا لو جيت عملته كده بقى وجيت اخدت طرف، وده نفس الحكايه بعمله في العبايه، وجيت اخدت كده على الطرف بقى اللي هو سن الابره الاخير، وانا بحب السن الابره دوت التاني اهو، ومشيت. فرضا انا ايديا اتهزت في مكان، عندي جزئيه عريضه، عندي جزئيه كنزه، الجزئيه العريضه بدخل سن الابره فيها شويه، والكنزه بطلعها شويه، اداري العيوب بتاعتي بالخياطه بحيث لما مدام امل حتى لو شافت هي الشغل دوت او مين شاف الشغل يقول لا ده اللي عمل، اللي عملت الشغل دوت مش مبتدئه ابدا. شايفه اهو. طيب هعمل كده. طبعا مش عايزه اقول لك انت في يوم وليله هتعمليها، لا، بس عايزه اقول لك ان حضرتك شايفه كده اهو، يمكن تكون مش محتاجه تتكوى، بمجرد ما تفرديها بالمكوى هي بقت خلاص اهي. شايفه المنظر ده؟ هو ده اللي مطلوب من حضرتك اهو، ده نفس الشغل ده كده. صعبه؟ يا رب تكون سهله عليكم. امسكي قماشه، اي قماشه عندك، واعمليها دايره وقصيها دايره، وعيدي وزيدي وعيدي وزيدي لما توصلي للمنظر دوت، واظن هو سهل عليكم. طيب عايزين نعمل حاجه تاني هنا كده، عايزه اقول لك على معلومه كمان بالمره هنا، المفروض انا قايلها قبل كده بس هقولها لك تاني اهو. انا هنا هاجي كمان اركب لك السحاب، لو كانت ام حبيبه هنا وانا بشايفاني كده بعيد في المعلومه كده كانت ضربتني بقى. بصوا بقى هنقول هنا، انا هنا عايزه اركب، انا كده قفلت دي الجيبه الكالوش، قفلت الجزء بتاعها كده، انا هنا ضيقته بس شويه علشان بعمله مقاس معين يعني، فانا هنا ضيقته علشان المقاس، انما انت حضرتك هو ده البرسول اللي احنا قلنا عليه اهو المره اللي فاتت واحنا بنقص. انا ما قلتلكيش شيل البرسول، لان هو البرسول دوت اللي انا هركب فيه السحاب، هو ده شكل البرسول اللي انا هركب فيه السحاب، فانا الزامي رحت هعمل ايه؟ انت تنيتي خدي بقى الجزء اللي هو اللي هتركبي فيه السحاب دوت اللي مقداره مثلا 2 سم، ما تزوديش ابدا عن 2 سم، خدي مقدار ال 2 سم اهمت، يبقى انت هتاخدي مقدار 2 سم من هنا وهتقفليها كلها في الخالص بالمسطره. هاتي المسطره كده اهو، اعملي كده وعلمي بحدود الخياطه، شايفه ادي الخياطه عندك اهي، ادي الخياطه اهي، هاتي قربي هنا يا حبيبه، الخياطه اهي على حدود الخياطه كده بالظبط، نشيل دي على حدود الخياطه كده بالظبط اهي، وابداي علمي بخط مستقيم زي ما انا عامله كده، ادي خياطتك اهيت عشان تبقى واضحه اهي، هاتي المسطره عليها بالظبط وخدي خط مستقيم بالظبط، المسافه من هنا هي هي من هنا، نفس المسافه اللي انت هتسيبيها من هنا لازم هتسيبيها الزام من فوق، وخدي خط مستقيم زي ما انا عامله كده بالشكل ده. طب مدام امل انت ليه بتقولي لنا كده؟ انت احنا لما ركبنا السحاب قبل كده ما ركبناهاش كده بالطريقه دي، ما اهتمتيش يعني ان انا الخط دوت يبقى باين قوي كده. طيب النهارده هنقول طريقه جديده، طريقه ثانيه نعلم نعمل بيها السحاب، احنا بنحاول كل مره نقول لك على طريقه تسهل عليكي شويه التركيب، فاحنا بنجرب مع بعض كل حاجه، والطريقه المناسبه ليكي وتحسيها ان هي اسهل عليكي جربيها. هعمل ايه انا كده دلوقتي؟ طبعا ده شكل السحاب، لو انت هتركبي السحاب ماجيك انت عارفه هتركبي ازاي، بس انا هركب ديت، هقول ان انا لما هاجي اركب السحابه قلنا هيبقى ده شكلها، المفروض ان هي هتبقى كده اهي في وشها، المفروض ان السحابه هتبقى كده، ده شكلها صح، دي متنيه والطرف الثاني هيجي عليها. طب انا هقلب السحابه كده على ظهرها، وهاجي الطريقه بقى اللي انا عايزه اقول لك عليها، تعالي هاتي كده بالشكل دوت، هاتي بدايه امسكي السحابه كده، الطريقه ديت هتبقى سهله عليكي جدا، امسكي السحابه كده وخليه كده على زي ما ماسكاها كده، وهاتي الطرف اللي هو السن ده اللي على ايدك اليسار وظهر السحابه لوشك اهو، ده ظهرها، امسكي كده
بستين واتنيه كده، وهاتيها كده عند الحرف الخياطه اللي انت اهو عند حرف عند العلامه بتاعه الخط المستقيم اللي انت عملتيه، ثبتيها كده بالشكل دوت. طيب تعالي بالمكنه كده وخدي اهو تاني. يبقى انا هعمل ايه؟ هتني السحابه كده اهو، هتنيها كده بحيث السن ده يجي قبل الخط كده اهو، الخط اهو والسن كده جاي عليه، مش داخل مش طالع عليه، جنب منه بالظبط. وخدي الخط كده اهو، اعملي كده وهاتي الطرف ده بتاع السن ده على العلامه بالظبط ماشي، او ارفعيها كده كده من تحت، ارفعيها وخلي بدايه السن عند الخط اللي انت هتخيطيه واعملي كده. طبعا هتكوني خيطتي الجنب كويس، عفوا الظهر، وهتكوني كوتي فتحتي الخياطه بتاعته صح. هنعمل كده اهو، وهناخد لحد الاخر وادي الفرماتوره. طيب يا مدام امل، انت عايزه تقولي لنا ايه يعني كده؟ هنقول الاتي بقى، هنقول لما انا هاجي اقلب دي كده، شايفه المنظر ده؟ شايفه كده اهو، يبقى انا خيطتها كده على الحرف بسهوله، لا سرقت ولا عملت اي مشكله. لما انا هاجي اتني بقى الجزئيه دي، هروح جايباها كده بالاريحيه بقى بتاعه الخط المستقيم، وهروح منيمها كده، هتلاقي السنون الزامي مداريه اهي، السن الزامي مداري. يبقى انا لما هاجي اعمل كده هفتح دي اول جزء بس، هفتح دي كده وهاجي عند الخط. بصي لما انا هتنيها كده بالشكل دوت، هتني الخط بتاعها اهو كده، وهروح اخده هنا كده، افتحي دي اول جزء، خدي مشيها كده منها، خدي الفرماتوره في الاول كده بالشكل ده، امسكي الثانيه، هي الزامي هتتني نفسها اهي، هي الزامي الثانيه نفسها، شايفه؟ هعمل كده، خدي السن، المكنه هنا هتبقى شاركه في السن، نزلي سقطي الابره تحت، ارفعي اللي انت عملتيه، خدي ده كده، ابداي خيطي بالطريقه بتاعتك العاديه، هتطلع معاكي السحابه مرتاحه ومش باذله فيها انت اي مجهود. الكلام ده طبعا اللي بيعرف يركب سحاب خلاص ما عندوش مشكله، اللي مش بيعرف وحابب بيركب يعني بيجرب اكتر من طريقه، جربي كل الطرق وشوفي. انت جربي كل الطرق وشوفي الطريقه السهله عليكي، اعملي هتيجي لحد الاخر كده شويه، هترفعي دي كده اهو، رفعتي الدواس، هاتي بقى الطرف اللي انت معلماه هنا، الخياطه اللي انت معلماها اللي هم المقدار اللي انت سايباه، هتاخدي بس طرف، شايفه كده يا حبيبه ما شاء الله مقربه منكم جامد كويس، شاطره حبيبه اهو، هعمل كده هدخل دي كده بس، وهاخد اول سنه في الجديده الطرف بقى الثاني. افتحي السحاب ما عنديش مشكله بقى، انت لو تشتغلي شويه وبعدين افتحي السحاب اهو، هاخد الطرف الثاني دوت اللي انا عملته، وهرفع دي كده، وهقرب دي عند السنون اهي، بقرب دي كده عند السنون اهي، ايديا طبعا ايديا يعني تساعدني كتير اهي، شايفه كده؟ هقربها كده عند السنون. لو انا مش عندي الدواس بتاع السحاب، ودي طريقه، دي طريقه ومعتمده وبنجربها، احنا بنجرب مع بعض كل الطرق اللي تسهل عليكي ازاي تركبي السحاب اهي. احنا ركبنا السحاب قبل كده مع بعض بس كان بشكل مختلف، خلينا كل مره نركب بشكل علشان حضرتك تبقي كل الطرق بالنسبه لك سهله اهو كده. السحاب ركبناها مع بعض، شكلها اهو الالوان كده قدامك، ده شكلها كده لما هتخلص كده السحاب بالنسبه لك. الطريقه ديت اللي قلناها سهله، جربيها وشوفي، لو حصلتي لقيتي الطريقه ديت سهله بالنسبه لك اعمليها، ما لقيتيهاش سهله جربي اي طريقه من احنا الطرق اللي قلنا عليها غير كده ماشي. كده السحابه خلصت. هنا حبيباتي احنا خلصنا السحاب. طيب بعد ما خلصنا السحاب حابه اعمل بطانه، فانا هجيب بطانه اهي صوره طبق الاصل من التنوره اللي انا عملتها، انا هنا عاملاها شيفون، عفوا عاملاها كالوش علشان تنفش مثلا، مثلا علشان تنفش لو فستان طفله بحتاج له نفشه كبيره، لو اي الكالوش انا محتاجه له نفشه زياده شويه هعمل فيه ايه؟ هركب البطانه، هعمل هقص البطانه كمان كالوش، وممكن تقصيها صبغ،
يبقى البطانه تتقص سك او تتقص كاوش. طيب انا هنا قصيتها كاوش ماشي، هجيب البطانه ده، البطانه على الظهر اهي، البطانه على الظهر، هحط اسقطها كده في قلب الجسم بحيث يكون كالاتي، بحيث يكون عندي اهو، بحيث يكون عندي، طبعا انا خيطت ونظفت وكويت وعملت كل حاجه صح. طيب بحيث يكون عندي الخياطه بتاعه التقفيل بتاعه الظهر بتاعه البطانه تكون في وش اهي، الاثنين في وش بعض، الخياطه بتاعه الجسم، الجسم في خياطه فوق بالظبط اهي في وش الخياطه، يبقى خياطه البطانه في وش خياطه الجسم، بحيث تكون التنوره من جوه لما هقلبها تكون من بره نظيفه بالشكل ده مش معكوسه. واضح؟ يعني انا شفت حد عاملها كده، عكسها كده ومخيطها كده بالشكل ده علشان هي معموله بطانه. طب خطا، البطانه احنا ليه بطانه؟ بطانه يعني بتنظف، بتنظف يعني بنظف بينها كل الخياطه بحيث ما اشوفش يمين، ما اشوفش اي خياطه، بحيث لما اقلب التنوره من جوه او اقلب الفستان من جوه يطلع الشكل العام من جوه نظيف زي ما هو بره. طيب انا هعمل ايه؟ هجيب البطانه كده بالشكل ده اهو، دي طريقه ماشي، لينا اكتر من طريقه. افتحي، تفتحي ال 20 سنتي اللي هم بتوع مثلا التنوره فرضا، فتحتهم اخدت العلامه كده بالشكل ده زي ما عملت، هجيب هنا كده بالشكل ده اهو، وهبدا احط الاثنين دول كده على بعض كده، والدبوس عندي اهو كده بالشكل ده، وهجيب الطرف الثاني كمان. عرفنا ايه لازمه البطانه وعرفنا بتتعمل ازاي اهو. انا عايزه لما افتح الجزء ده، الجزء اللي داخل ده، يعني اقلب البطانه الاقي الشغل عندي نضيف اهو، وهجيب دي كده بالشكل دوت اهو، وهبدا اجيب الاثنين كده اهو، بدايه الطرف ده مع بدايه السحابه كده من فوق. وطبعا انا هنضف من فوق يا اما بالبايبنج اهو، هنضف يا اما بالبايبنج يا اما بايه، يا اما بالكامر، هروح عامله دي كده مثلا اهو. وتعالي بقى اشتغلي الجزء دوت كله كده مع بعضه. طيب جالي سؤال تاني اهو، هعمل كده وهاخد الواحد سنتي ثبتها خلاص، هرفع وهبدا اخيط التنوره كلها مع بعضها كده اهي كده بالشكل ده. طيب جالي سؤال، مدام امل لو انا عايزه اعمل كشكشه اعمل ايه؟ الكشكشه خدي نفس المقدار اللي انت عايزاه في الكشكشه اهو، انا هعمل كده، انا هفتح دي كمان عشان اوريكي شكل الكشكشه اهو، هعمل الاثنين كده بخيطهم مع بعض. لو انا عايزه اعمل كشكشه اخيط اكشكش، لو انا عايزه اعمل كشكشه واخيط البطانه مع الجسم وكشكشها علشان يدوا ارتفاع للكشكشه، بخيطهم كده برضو الاثنين مع بعض وابدا اكشكشهم الاثنين مع بعض. طيب لو انا عايزه اعمل مقدار للكشكشه بعد ما خلصت الكشكشه خالص عملتها على الاخر وعملت البطانه بدون، مش عايزه اعمل لها كشكشه، على قد المسافه النهائيه بعمل البطانه بس. طيب هعمل دي كده اهو، اكون حريصه وانا بشتغل. طيب عملنا دي كده، ده طبعا الوسط ده كبير جدا يعني، بس احنا بنعمل حاجه تعليميه دلوقتي. هنا لو انا حبيت كشكش بقى دلوقتي اشد الشغل دوت وكشكشهم البطانه الاثنين مع بعض، ده وقتها. لو انا حابه كشكش، اولا الكشكشه بتكون لو انا هعمل شيفون بتكون ضعف القماش، لو انا هعمل الشيفون ممكن تكون ضعف وسطي مره ونص كمان على حسب المقدار اللي انا عايزاه. طيب لو انا حبيت اكشكشهم الاثنين مع بعض زي ما عملت مثلا البطانه كده بالشكل ده، وحبيت اكشكشهم مع بعض، انا حر اعمل زي ما انا عاوز. بس انا هرجع للجزئيه بتاعتي تاني، هو ده لما هاجي اقلب البطانه كده بالشكل ده هيكون هو ده الشكل العام اهو،
هيكون هو ده الشكل العام بتاعها. الإبرة والخيط كده، بجيب الإبرة والخيط وبسرب من هنا كده بالشكل ده على السحابة اهو، بجيب الإبرة والخيط وهبدأ أسرج على السحاب كده بالشكل دوت، وهبدأ أسرج على السحاب غرزة مخفية بحيث ما تبانش لحد العشرين سنتي بتوع السحاب. هخيطهم بالإبرة والخيط من هنا غرزة مخفية بحيث ما تبانش لحد الآخر هنا أهو، لحد ما هوصل لهنا. وبرده نفس الحكاية، هروح أخد الجزء ده وبرده عاملاه مخيطاه كده اهوت بحيث السن بس اهو، سن السحاب بس ده هو ده اللي هيكون باين كده بالشكل ده، وهيكون هو ده شكل الشغل لما هيخلص. يبقى انا شكل الشغل لما هيخلص هيكون كده، عشان احنا ما عندناش وقت نسرج دلوقتي، هيكون كده شكله. وادي البطانه، هتبقى البطانه معاكي نظيفه من جوه بالشكل ده. طبعا انت بتكوي وبتظبطي، وما كانش مش مظبوطه النهارده، فانت بتكوي وبتظبطي وبتسرجي. بعد ما خلصت السراجه وخلصت الدنيا خلاص، خلصت كله على خالص، ببدا اركب البايبنج هنا عشان انضف الجزء ده، او بركب الكفر. وفي الحاله دي تكون الجيبه خلصت مني واكون مش محتاجه فيها حاجه. وريتكم التانية هتتنى ازاي. ده هيكون شكل التنوره، البطانه من الداخل هيكون نضيف، وهنا دوت هيكون متسرج، وقلنا بس السن بس بتاع السحاب بس هو اللي هيبقى باين من هنا. ده هيكون شكلها. اتمنى تكون سهله كده عليكم. كده حبيباتي استكفينا مع بعض كل الاسئله اللي حضراتكم سالتوني عليها في الجيبه الكالوش. يا رب اكون قدرت يعني استوفي كل الاسئله اللي سالتوها فيها. اخذنا المرد، واخذنا ازاي نعمل مرد، وازاي نعمل كالونه من الامام، اخذنا ازاي نركب البطانه في قلب في الجيبه، وازاي نقلبها وازاي تكون نظيفه من الداخل، اخذنا ازاي نركب سحابه النهارده بطريقه سهله شويه، اسهل من اللي احنا اخذناهم قبل كده، تعلمنا مع بعض ازاي نتني من الديل بطريقه نظيفه وبطريقه حرفيه، بحيث لما اي حد يشوفها ما يقولش عليكي مبتدئه او لسه في تعليم القياده. يا رب اكون لميت كل المعلومات. شكرا، واشوفكم في الفيديو القادم.